صباح إن شاء الله. السلام عليكم سيدنا. سيدنا أنا صار تقريبا 10 سنوات أو أكثر ما أصوم بسبب المرض. مرض عندي في المعدة، مرض كلش مؤذي يعني، وما قدرت أصوم بسببه. أول 4 سنوات تقريبا كنت أصوم، أجرب الصيام لكن ما أقدر، أتخربط وأتأذى كلش، وأضطر يعني طبيعة الطبيب يقول لي حرام عليش الصيام. وبعدها بعد هالسنوات اللي بعدها يعني فطرت، وكنت أدفع عن كل سنة بدل يعني. المشكلة إن أني مطلوبة صيام من عمر 9 سنوات، لأن أنا ما صمت عمر 9 سنوات، وما كنت أعرف إن هالصيام واجب، لأن أهلي كانوا يقولوا لي أنتي طفلة صغيرة وما يعني تقدرين الصومين. فلهذا السبب ما كنت أصوم، يعني صمت عمري تقريبا 13 أو 14 سنة. فالصيام هذا اللي أنا مطلوبته يعني من عمر 9 سنوات إلى عمر 14 سنة تقريبا. نعم، سمحت السيد نجاوب الأخت. في الواقع السنين اللي هي ما صامتها على قسمين، سنين ما كانت تعلم بأن الصوم واجب، ما كانت تعلم أن الصوم واجب، هذا فقط قضاء عليها. أكو سنين ما صامتها لأن كانت مريضة من رمضان إلى رمضان، يعني المرض مستمر عليها إلى رمضان القادم، وعذرها حسب تعبيرنا مستمر. هنا في واقع الحال تقضي وأيضا ليس عليها شيء. بعض العلماء قالوا أنه إذا كان المرض مزمن من رمضان إلى رمضان مزمن، وهنا أصلا قضاء ماكو، بعض الفقهاء يقولون قضاء ما في، فأنت ما عليك كفارة، وإنما فقط قضاء عن السنة اللي أنت ما صمتيها وكنت صاحية.